صايل لأبناء القبائل انطلاقة سليمة ورايعة كما يتمناها الجميع. نسير مباشرة نتابع بداية هذا الشوط، نتابع الصدارة والمقدمة، وأرهني مكلف من قاد المجموعة بشعار أحمد بن خليفة بن رشيد السويدي يلي مع المركز الثاني. أرد تسلل من مشاغب لسعيد بن خليفة بن رشيد السويدي، ومع المركز الثالث أرى القدوم في هذه اللحظات والتسلل والانطلاق المثير من مصمم لسعيد بن محمد حسب الثيمة العامري. الدور دور المركز الرابع من الجانب الآخر، نتابع القدوم في هذه اللحظات من الرقاص للنوبي بن محمد الشعفوري العامري، يتسلل وينطلق ايضا مع المراكز المتقدمه، وارهني الحر سري الامبري الحيري. الدور دور المركز الخامس، نتابع التحديات القادمه، نتابع سهاج لفهد بن طحنون الهاجري انطلق ايضا مع المركز الرابع. سادس التحديات، القدوم مشاهدينا متابعينا الكرام من مكلف لاحمد بن خليفه بر رشيد السويدي، ومع المركز السابع معزم لأحمد بن غانم بن علي المنصوري. الدور دور المركز الثامن، وأرى مسكت يتدخل مع المركز الثامن خالد بن حمودة بن زفن الحرسوسي متابعا لهذا الانطلاق، ومع المركز التاسع أشقر محمد بن شطيط بن شلبود الخيلي يتابع انطلاقة أشقر مع المركز التاسع. وعاشر التحديات، رهني ملبي سعيد بن سالم بن مطر بن حاذة الاجتبي يتابع انطلاقة ملبي مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام للعشر المراكز الأولى المتقدمة والمندفعة بناموس هذا الشوط، ولكن لنا عودة مع البداية مع الصدارة مع المقدمة، ومشاغب يشاغب على مقدمة هذا الشوط، يندفع بالصدارة يندفع بالمقدمة. سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي من يتابع انطلاقة مشاغب منذ البداية يقود هذه الجموع. المركز الثاني، أرى التحديات من الرقاص للنوبي بن محمد الشعفوري العامري، ومع المركز الثالث مصمم من الجانب الآخر مصمم على انتزاع ناموس هذا الشوط، وسعيد بن محمد بن حسب الثيم العامري من يتابع انطلاقة مصمم مع المركز الثالث. رابع التحديات، انطلاقة سهاج لفهد بن طحنون الهاجري ياتي رابعا، بينما اذا انطلقنا مع المركز الخامس بأرى القدوم من معزم لاحمد بن غانم بن علي المنصوري، ومن الجانب الاخر مشاهدينا متابعينا الكرام التحديات القادمه في هذه اللحظات بشعار مسري بن سالم بن عرطي الحميري. نسير مشاهدينا متابع الكرام مع المركز السابع، وأرى أشقر ينطلق مع المركز السابع محمد بن شطيط بن شلبود الخيلي من يتابع انطلاقة أشقر مع المركز السابع. ثامن التحديات، المركز الثامن أرى هني ملبي لسعيد بن سالم بن مطر بن حاذة الاكتبي. وتاسع التحديات، مرموقة بالشعار أحمد بن هزيم بن محمد المسافري، ومن الجانب الآخر شعار بن منانة ينطلق مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندانا الثاني، جولتنا الثانية مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة بناموس هذا الشوط، ولكن لنا عودة مع الصدارة مع البداية مع المقدمة، ومشاغب يشاغب بكل جدارة ينطلق بناموس هذا الشوط منذ البداية على راس الحربة. سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي من يتابع انطلاقة مشاغب، ننطلق مع المركز الثاني، نتابع التحديات القادمة من الرقاص والنوبي بن محمد الشعفوري العامري يتابع انطلاقة الرقاص. المركز الثالث، القدوم من معزم أحمد بن غانم بن علي المنصوري، وأرى سهاج يتسلل مع المركز الرابع بشعار فهد بن طحنون الهاجري. الدور دور المركز
الخامس من الجانب الآخر رهني مهاجر عبد الله بن محمد بن معضد بن جبر يتسلل مع المركز الخامس والقدوم من أشقر لمحمد بن شطيط الأخيلي يتسلل أيضا ينطلق مع المركز الخامس الكوكب الخماسية المنطلقة والمندفعة بناموس هذا الشوط ومشاغب منذ البداية ما زال يشاغب على مقدمة هذا الشوط بدون أي أوامر تذكر بالشعار سعيد من خليفة بالرشيد السويدي يبي يضيف النقطة الثالثة لهذا الشعار والسلامات لها لجميرة مع هذا الاندفاع المتميز اللي قدمه مشاغب أشقر مع المركز الثاني بالشعار أيضا بتحديات محمد بن شطيط بن شلبود الأخيلي ومع المركز الثالث القدوم من الرقاص النوبي بن محمد الشعفوري العامري يتسلل أيضا مع المركز الثالث التحديات مثيرة ولكن مشاغب قفل على مجريات هذا الشوط منذ البداية يا الشوط بالفعل أداء متميز عرض رائع يقدمه مشاغب يضيف النقطة الثالثة لهذا الشعار في هذا الصباح الجميل سلام يا جميرة سلام اسعدت صباحا مع الأداء المتميز مع العرض الرائع اللي قدمه مشاغب وعلى فكرة بدون أي أوامر الركض تلقائي والعصا في الأبطان تهانينا من الأعماق لسعيد بن خليفة بن رشيد السويدي تهانينا لأبو مانع الداعم الرئيسي لهذا الشعار تهانينا لسعيد بن خليفة بن رشيد السويدي على فوز مشاغب بالمركز الأول لحظات وصوله إلى خط النهاية المركز الثاني الرقاص النوبي محمد شعفوري المركز الثالث أشقر لمحمد بن شطيط بن شربود الخيلي المركز الرابع مصدع لأحمد بن سالم بن سعيد الزرعي والمركز الخامس التحديات من الصارم لسالم بن محمد بن دحروي بن منقاش العامري هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى المتقدمة والمندفعة بناموس هذا الشوط ولكن لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات وصول مشاغب إلى خط النهاية يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 7:53.8 من الثانية تهانينا لسعيد بن خليفة بن رشيد السويدي وسلام يا جميرة سلام المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام هذه لحظات وصول أيضا الرقاص 7:57 7 من الثانية التهاني للنوبي بن محمد الشعفوري العامري بينما اللي وصل مع المركز الثالث هذه لحظات وصول المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام أشقر 7:58 8 من الثانية تهانينا لمحمد بن شطيط بن شلبود الأخيري تهانينا للجميع والناموس